المرشح للعلم به فقط. وبيننا وبينكم الامتحان، وعند الامتحان يعز المرء هك، وهذا اللقاء كذلك سيعز المرء كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا 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 السيد الياس على هذه المداخلة. والآن سأعطي الكلمة للسي عبد العالي رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لمدرب تعليم السياقة بالمغرب. والسي عبد العالي من أهم وأعضاء مكونات التنسيقية الوطنية، كنشكروه باسمكم على المواقف الجريئة التي يتخذها داخل التنسيقية الوطنية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم سيد الرئيس، اخواني ممثلين، اخواني في القطاع، كنشكركم كاملين على الحضور. انا غنهضر هاكم سيد الياس، تحياتي، هضر من القلب، غنهضر معاهم بجوج، واللي معروف عليا شويه ديال الجزائر، غنكون واحد ثلاثه الكلمات ولا اربعه كيلخصوا هذه المنصه وديك الساعه اللي بغا الله يعاون. تنقول فيها المنصة لا تنسى أنك منسي، وإن قبلت بها ستنسى، وستعيش دائما بين الغيظة والأسى. تنقول منصة تعلم عن بعد، تعلم عن بعد. انا كنتبع التعلم على بعد، تيسحبني سير اخويا قرا بوحدك الله يعاونني كل هذا، ولكن قال كيجي المؤسسه وكنعرفوا كاين خصاص، هذا هو واقعنا، ما نكذبوش، كاين خصاص للمدربين، ما كاينش المدربين كأهلفاء بمعنى الكلمه، كاين خصاص، ولكن اللي غيقول لي ما كاينينش نقول له كاينين، علاش؟ هما هاد المدربين اللي وجدوا لنا السائقين الان جميع ربع المملكه، المدرب كاين وحاضر وبيه باش وصل القطاع لهاد المراحل هذه. المدرب عنده منصه ديالو في راسو، انت مدرب عندك منصه في راسك، الاخر مدرب عنده منصه في راسو، حنا اي مدرسه عندها منصه ديال المدرب ديالها كيقري بطريقته على حسب الكليه اللي جاو، على حسب اللي جاو، ما نجيش انا ندير واحد المنصه اللي هي كتسمى الا بغينا نخدموا ديك المنصه كيما بغاو يقولوا هما، غنطيحوا في المثلث البيداغوجي، التعليم والتعلم والتكوين، هادو هما اللي باغيين ينزلوا، ولكن معطينا منصه التعلم عن بعد. التعلم عن بعد عندها علاقه ما بين المعرفه وما بين المترشح، اما اذا دخلنا المدرب مع المعرفه غادي يولي التعليم. المدرب تيدير التعليم خصو يعلم، والمترشح تيدير التعلم، عنده علاقه مع المنصه، ولات معنى المترشح مع المدرب غادي يولي التكوين. ثلاثه ديال العناصر اللي مساهمه ونجي نقول المنصة تعلم عن بعد. ثانيا أول ما قالت المنصة قالوا غادي تعطى ذاك الرقم الكود غادي تعطى للمدرب. إخوان راه شاهدين كاملين، قالوا المنصة غيتكلف فيها المدرب. أنا رفضت. علاش رفضت؟ لأن المدرب تيعلم في التصبيحي. ما يمكنلوش غادي يمشي تما، قلت له لا، قال لي إلا جات شي لجنة خصو يكون كاين ما يخليش ديك البوابة محلولة. فبالله عليكم واش هذا المدرب جن يمشي يعلم التطبيقي وخلي المنصه محلوله ولا جات شي لجنه يتحاسب هو؟ قلنا بان هذا الشيء هذا ما يمكنش ناخذوا حنا هذا الكود. علاش غناخذوا حنا هذا الكود؟ اما وجدوا الارضيه وجدوا كل شيء وخدموا، حنا مدربين ما ناخذوش هذا الكود، غتعطيونا الكود ديروا مدرب نظري ومدرب تطبيقي، وهذا ما غيمكنش لان كاين عجز مادي وعجز بشري. ما نساوش بان عاد خرجنا من كورونا، بان عاد كاين حروب، غلاء المعيشه وكذا، الاصلاح فتنظيم الصلاح ما كنجيبش الجديد. على داك الشيء اللي دار شحال هذا المسيح اصلاح، وجاوبوني الرقمان اللي داروا شحال هذا المسيح اصلاح، ولكن اللي صعيب واللي خص الناس يفهموه وهو المحافظه على داك الاصلاح اللي دار، داك الاصلاح اللي دار مشى وعنده اصلاح اخر، على ما غنبنيوه؟
والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا سي عبد العلي. الان الكلمه حسب التنسيق غنعطيو الكلمه للجال العماليه اللي غادي يتقدم بها السي عبد العلي خافي كنائب امين عام للنقابه ديال الرجال العماليه فليتفضل مشكوره في المكان. غادي نعطيكم الكلمه انا الاخوه العرب باش انتم اللي خد الكلمه ما يطولش بزاف ما يتعاودش الكلام اللي تكرر وباش نفتحوا المجال للناس ديال المدن اللي جات والاقاليم باش هما غادي ياخذوا الكلمه باش ما نحتكروش حنا كتنسيقيه الكلمه هكا سي عبد العال. السلام عليكم كنشكركم على الدعوه الكريمه تحيه السادة الرؤساء تحية جميع ممثليات القطاع هذا حنا بدورنا كنعيشوا معكم الحالات ورغم اننا ما كنزاولوش المهنة ديالكم ولكن حنا على تتبع ديال القطاع ديال سيارة التعليم والمراحل اللي منها والاكراهات اللي كيدوز منها ونحن على عين بجميع السلبيات اللي جات من طرف وزارة النقل او من الوكالة الحالية وعلى عين انا ما غاديش نتكلم في التخصصات ديال المنصة يكفي تدخل ديال الاخوان اللي شرحوا بما فيه الكفايه. انا سعيد جدا بهذه اللحمه بهذه الجمعه ديالكم وهذه اللحمه ديالكم وهذه الجمعه ديالكم غيسد الباب على جميع المتطفلين اللي كيهربوا بسياتكم داخل المؤسسات ديال النقل او ديال الوكاله الوطنيه. راه ما يمكنش ان ما جات عليا واحد العباره ما بغيتش نقولها على اي خصكم تعرفوا ايها السادة والسيدات والسادة المستثمرين في قطاع سيارة التعليم بأن الطبقة المتوسطة في هذه البلاد مستهدفة وانتم واحدين منا انتم تعدون من الطبقة المتوسطة ردوا البال شفتوا القطاع ديالكم حاربوا الأنبولة وحاربوا كل من هو مريقي وسط منكم وكيدعي أنه كيمثلكم وكيمشي دائما يبارك ويهنيك إنه مكروم هادشي ما نخبيش مكروم ومهرقين ودائما صفقات السلامه الطرقيه الى اخره على اين الاخوان الى ان امر السلامه الطرقيه وهذا نداء موجه للسي بوالعجول من هنا نقول له السي بنصر اليوم ملي كنتكلموا على السلامه الطرقيه كنتكلموا خصنا البراتيك خصنا هذاك التلميذ اللي كيجي للمؤسسه عندنا اهم حاجه بعدا هي البراتيك كيفاش يصوب كيفاش يتعلم ملي يدخل السهام كيفاش انه واش بورتوروكات اما الا بقينا غير القضيه ديال وهاد المره جابوا لكم كل داروت وعاد جابوا حاجه اخرى ودائما هما في الاصلاح ويبقى اخر ما كاينش اصلاح كيتخربع اليوم الوكاله الوطنيه خصها تراجع اوراقها مع المهنيين والحمد لله انا كيبان لي غير مجموعنا مع المهنيين ان الطريقه باش غادي السيد ناصر بوالعجول طريقه عوشة لا السلامة الطرقية كسلامة طرقية ولا كذلك حتى التكوين السائقين باش نكونوا واضحين اليوم ملي كتقول لي انا تسرب لي تسربت لي الاسئلة ديال الامتحانات وانتم دابا وتخشى عليكم الله اعلم انتم وزارة انتم مسؤولين ملي كتسرب لكم الاسرار ديال الامتحانات وتخرج بي دي اف الناس تقرا في ديورها وتدوز امتحان عادي اليوم السائق الى بغينا نكونوا السائق ما كنوقفوش بالضبط على ما هو تيوري حكا من طور من طوبر من فلاني انا خصني شي فور يكون عنده الكبده ديال البودرون مستقبلا حنا قرينا في المذكره قرينا في المذكره ولكن الحمد لله عطات الاكل ديالها ولكن الاكل كيفاش عطا؟ عطا في البراتيك واننا كنتعلموا عاد كنجيو نصوبوا والحمد لله ان اليوم كنوا على يقين الطبقه المتوسطه في المغرب مستهدفه وانتم ناس منها وحنا كطبقه كديحه كنقولوا دائما يجب الحفاظ على الطبقه المتوسطه ان الطبقه المتوسطه هي صمام الامان ديال السلم الاجتماعي ديال الشعوب راه كتلقى على واحد معلم في الدار ولا تمنيت كتلقى عنده عام دراسه ولكن عزه اسره
اسماء جيرانو كيعاون في اهل الطبقه المتوسطه والدور ديال الطبقه المتوسطه في السلم الاجتماعي ديال المغرب. باش ما نطولش، انا من هذا المنبر كنقول لسي بولجو البركه عليك، بركه صاحبي، بركه بركه الله يفتح عليك، وبركه حتى من الرئاسه ديال هذه الوكاله اللي ما لقيتيش فيها، ما لقيتي لا في السلامه الطرقيه ولا الارواح كتحصل في الطرقات، ما عطيتي حتى شي حاجه. دونك الله يجعل البركه، دوزتي جوج حقبات مع العداله والتنميه والحقبه الثالثه هذه، راه ما كاينش حتى بعد في المغرب. اليوم الوكاله السلامه الطرقيه خصها ناس اكفاء، ناس ما تعتمدش على المرشيات. باش نكونوا واضحين، هاد المرشيات اللي كدوز ديال التريكوات الكاسكيطات الموتورات المال العامله، راكو كنا في دوله كتحترم راسها، راكو العشور يجب على المحاسب على تهدير المال العام. والآن سأعطي الكلمة إلى مؤسسي الاتحاد المغربي للمدربين ومهني تعريف السياقة وكذلك من أعضاء التنسيقية فليتفضل سي عبد الإله. وحتى 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 واحد التوجيه لإحدى السيارات سي عبد الإله. داخلكم واحد الشيفرولي كانت كابري حاسبنا واحد.